كانت لحظة مفيدة جدا لتقريب أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريب أعماله للطلبة والباحثين بالجامعات، وهذه مبادرة حميدة جدا. وكذلك كانت استفادة بالنسبة للتحول الرقمي وأثره على المنظومة التعليمية بصفة عامة، وخاصة على الأساليب البيداغوجية والتدريس داخل الجامعات. هاد الندوة هادي داخلة في ذاك القافلة اللي عاملين حنا كمجلس مع اللي تمشيو بها للجامعات. هذه المرحلة الرابعة ديالنا، مشينا لعدة جامعات وعادي نبقاو نمشيو، حيت حنا تنظنوا بأن لابد المجلس خصو ينفتح على الطلبة داخل الجامعات، وأيضا ينفتح على الجهات والجامعات والمحلية والجامعات الجهوية. والهدف اليوم هو يكون واحد نقاش مع طلبة على واحد الموضوع جد مهم اللي تيتعلق بالتحول الرقمي، لا ترانسفورماسيون ديجيتال. حنا تنعرفوا بان المغرب عنده واحد المؤهلات كثيره في هذا الميدان، هذا يمكن له يلعب واحد الدور جهوي مهم، يطور الخدمات عن بعد، يطور داك الخدمات المعلوماتيه لي لوجيسيال، ولكن لهذا خص لابد يكون واحد استراتيجيه مهمه باش تواكب هذا التحول هذا.